ودابا الاغنيه اللي طاحك في راسك دابا مغربيه باش نقول لك راه طايره كلشي الاغاني كلهم دابا طاحوا لي في راسي في مره واحده ما عندي ما نعزل لك انا نعزل لك نعزل لك عبد الهادي نعزل لك التكواري نعزل لك لطيف رافد نعزل لك سامي دابا بنا نسمعوا كتغني شي حاجه الصباح انا نغني لك شي حاجه شي مقطع عجبني يزغبني الله ونبدا نغني غادي نسبح في المسرح غادي الدرج لاش دار شي غنى كيمثل اش بينو بشي غنى صافي صافي سكوت حتى كلمة صافي صافي هذا سي كارتون سي نورمال الحمد لله الحمد لله اي سا مارش بيان اي سا سي ترو فور واش انت اللي كتبتي صافي سي جلال حمداوي اللي كتبها ولحنها ووزع اوكي سا مارش بس لان جلال مع حتى شي واحد كتبوا الحن ووزع دار كلشي علاش ما غناهاش تهنا سي كو حبستي انت القرايه فاش كان عندك 14 عام وي اكزاكتومون تي اريتي جي اريتي جو بو با ستوب جو بو با امبوسيبل نكمل القرايه فين كنت كتقرا فاش كان عندك 14 عام فات قريت في بزاف المدارس باسكو انا ما كنتش كنقرا في المدارس كمدرسه زعما ما فهمتش كيفاش نقول لك ما كنتش كنقرا نورمال في المدارس الاخرين علاش ما كنتش كنعرف كان عندي مشكل انا العربيه سكيفي ما كنتش كنقرا مزيان العربيه سكيفي كاع المدارس عندنا باللغه العربيه داك الشيء سكيفي حاولت نقرا فين علاش كانت المشكل مع العربيه ما عرفتش هكاك من الصغر وصافي وانت ما تزاديت انت في المغرب تزاديت في المغرب كبرتي في المغرب كبرت في المغرب جديده جديده ياك دوكاله دوكاله وكاله مي بون اون فيت سا ريان افور مع لونتوراج ديالك وداك الشيء مي سا باش كتهضر انت بالعربيه كيف ما كنهضر معاك دابا ولكن ما كنتيش كت القرايه حتى انا ملي كنت كنقرا ما كنتش كندخل كنأسيستيش الكور من الصغر ديالي كندخل يا ما كنرسم يا ما كنعس كنبقى قبل الموسيقى الحضور اللي ما كانش الحضور اللي ما كانش العربيه اكبر مبلغ فلوس اللي سلفتي اللي سلفت سلفت سينا لا سلفت سينا كومور عمر سلفت عمر سلفت عمر ما تتعاملش مع الفلوس قلتي تقريبا انت ما كتكميش لا بلاتي ما انت شنو قلتي هذيك الساعه ما كنكميش واش هذه ساعه اخرى والناس بلاتي هذه الساعه ساعه لله ساعه لله واحد التصويره مع بودريقه كنتي جالس معاه هذه كانت في الماتش الاول انت الاول كنت مشيتي عندهم انت الاول كنت مشيتي عند الراجل جلستي معاهم هضرتي معاهم بانت في الفيستا ديالك باكيه الكارو ها هي باكيه ديال الكارو كاينه هنايا شكون اللي قال لك ديك الفيستا ديالي وشكون قال لك ذاك الكارو ديالي لا فوتو فوالا بارطاجي على لا باج اي اي دوك كتكمي سا ماريف وي ياك سا ماريف في الاوقات في الحقيقه نقول لك صراحه قولي صراحه دابا تخلقوا لي واحد المشكل كبير عرفتي مع من مع كنزه ومع ساره لانهم ما كيشوفونيش كنكمي سا ماريف طون 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 في مي سيجاريت كتبوخ كتبوخ لا غير بختار يكون الضغط وداك الشيء كتلجا للسيجاره واللي هي يعني عاده ما عندها حتى معنى واللي كنقاومها واللي كنتمنى انني ما نكونش نموذج لاي شاب انه يتبع هذو واخا تحطوا ديك الصورات ما تخلقوا لي مشكل تشالنج از لو ديفي التحدي اليوم ديال دانيال ويبلز هو غادي وي غانا جيف يو ا ساوند ان توك دي ايت سم هيتس ذات وي ار بلاين اون هيت راديو اند يو هاف تو دو لايك ا كوفر اوكي اي كان تراي يا شوف وي تراي ذس هانك كوفر ناو ان فيو مينيتس خليكم على ايت راديو كي جيتكم في لونجلي قلت فهمت والو فهمت قلت شي واحد دخين هذا واش سيف ولا مالو اقسم بالله بغيتي تقولها بحالك زعما قرب لها شويه اقسم بالله لا 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 علاش كي تقول سبحان الله انا جاي هكذا عفويه شوف اقسم بالله بلاتي اقسم بالله هادي لن تفارقك ككا كيفاش لن تفارقك شحال واعرة مدى الحياة لن تفارقك هادي لا قلتها القوري يقولها ناري والله العظيم ما يقدرش ينقرض من الرقبة اختي 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 خويا تابونا فلاش اليوتيوب شكرا وبارطاجي الفيديو الى بغيتي شكرا تابونا شكرا لكم شكرا